احمد هبدا معاك احصائيه للتاريخ، عدد الرباعيات، رباعيات النادي الاهلي النهارده. رباعيات النادي الاهلي ماشي. بما ان يعني بصراحه الاداء النهارده كان ممتع، يعني حقيقي ممتع بالذات الشوط الاول، رتم رهيب واداء بصراحه ممتع، فرد خط النص كمان، طول ما الخط النص بتاعك كويس تحس ان الفرقه بتبقى فايقه. الثلاثه اللي في وسط الملعب النهارده، اكرم توفيق ومروان عطيه وامام عاشور، ربنا يحفظهم كده ان شاء الله في المباراه النهائيه ويقدموا هذا الاداء. بصراحه رتم الكره الثانيه والضغط العالي كان ممتاز جدا، التحرك بدون كوره كان ممتاز. النهارده النادي الاهلي يا جماعه بيوصل لل 190 رباعيه في تاريخه. 190 190 ازاي؟ قدامنا على الشاشه الدوري المصري النهارده بنوصل للرقم 114، كاس مصر 30 رباعيه، دوري ابطال افريقيا 18 رباعيه، كاس العالم للانديه كسبنا مرتين اربعه، مره الهلال السعودي ومره اوراوا الياباني، كاس السوبر المصري مره اللي هي كانت مع فيوتشر، كاس افريقيا ابطال الكؤوس مرتين، كاس السوبر الافريقي مره، كاس السوبر العربي مره، كاس زايد للانديه الابطال مره، دوري منطقه القاهره 17 مره، كاس السلطان حسين مرتين، كاس الجمهوريه العربيه المتحده مره. لما نجمعهم هنلاقيهم 190 رباعيه للنادي الاهلي في التاريخ. وديت الفرق كمان النهارده الاتحاد السكندري وصل للمره ال 11 في تاريخه النادي الاهلي بيكسبه اربعه. نادي الزمالك هو اكتر نادي اخد رباعيات من النادي الاهلي او خسر برباعيه من النادي الاهلي 12 مره. لو نجيبها الصوره اللي بعدها هتلاقي دي، دي معانا، هات الصوره اللي بعدها بس هتلاقي في الرباعيات الاول. ايوه الزمالك 12 مره، الترسانه 12 مره، الاتحاد بقى 11، وكل الانديه الموجوده دي جماهيريه. طبعا الترسانه كان نادي يعني عظيم، يعني الترسانه 12 مره، الزمالك 12 مره، الاتحاد 11 مره، المصري 8 مرات، الاسماعيلي 6 مرات، المحله 6 مرات، المنصوره 6 مرات، السكه الحديد 6 مرات. دي اكتر الانديه في التاريخ اللي خسرت باربع اهداف من النادي الاهلي، على راسهم نادي الزمالك ونادي الترسانه. هات رباعيات مارسيل كولر برضه عشان نوثقها، دي الرباعيه التاسعه منذ مجيئه للنادي الاهلي بيكسب اربعه. مين هم الاربعه؟ الداخليه اول ما جه 4-1، بعد كده القطن الكاميرون 4-0، كسب الزمالك 4-1، كسب المقاولين 4-1، كسب المصري 4-0، كسب سان جورج الاثيوبي 4-0، كسب اوراوا اليابان 4-2، كسب فيوتشر 4-2، كسب الاتحاد السكندري 4-1 النهارده. فده للتوثيق النهارده الرباعيات، يعني بصراحه سواء يعني كان رقم مهم جدا الناس تكون عارفه ان احنا بنوثق الرباعيات دي للنادي الاهلي 190. ان شاء الله نوصل ل 200 رباعيه في التاريخ باذن الله قريب باذن الله. يا مسهل يا رب عالي ان شاء الله، مع كولر والاداء الضغط العالي والكره الهجوميه دي ان شاء الله نوصل باذن الله للرباعيات كتير باذن الله.